السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. طبعا الانتصارات اللي حققها المغرب في قضية وحدتنا الترابية خلات واحد أثر سيء وسلبي في نفوس عصابة الجزائر ومرتزقة البوليساريو كاملين، وخلات واحد الانهيار داخلي. طبعا كاين اللي كيعرف يعبر عليه، كاين اللي ما كيعبرش، وكاين اللي عنده تمظهرات اخرى، كاين اللي حاشر حاس بالانتكاسه وساكت، وكاين اللي كيحاول انه ما يبينش ديك الانتكاسه ويدير سلوكات اخرى. كاين واحد عنصر من البوليساريو ربما صحفي حاول في واحد الرساله انه يعبر الاحساس اللي كيحس به ما يسمى بعناصر البوليساريو او ما يسمى بالشعب الصحراوي. فبغيتكم نتقسمها معكم باش نشوفوا الحاله النفسيه ديالهم، وباش نفهموا علاش كيمشيو يلجؤوا للكذوب ويلجؤوا لهاد فبركه الاخبار والاحداث والفيديوهات باش يرفعوا يحاولوا يرفعوا المعنويات ديال عناصر البوليساريو، وكذلك باش يحاولوا يبينوا بانهم راهم اقوياء ويحاولوا ما يوقعش واحد الانشقاق في صفوفهم. طبعا غادي نقراها. وهاد العصوم البوزاريو يعني كيتحدث على المغرب بصفة المحتل، إن هاد الكلمة أنا مغاش نقولها، غادي نذكر المغرب ونحاول نستمعوا ونفهموا النفسية ديالهم كيفاش كيشوفوا الأمور. أيها القارئ الصحراوي الكريم، أيها المظلوم في وطنه والمذبوح في كرامته والمطعون في صبره، أعلم أن آلام طعنة ترامب أكبر من تحملك، لكنني أدعوك لكفكفة تلك الدموع وتعصيب القلب وعصره من كل الحزن، لأن الأسوأ لم يأتي بعد. وهذا الحزن القاتل يشملنا جميعا، والذي لم يبكه النبأ عليه أن يراجع وطنيته، لأنها الليلة الأسوأ في تاريخ قضيتنا الوطنية، والنكسة الأعظم والانهيار الأكبر والطعنة السامة التي قطعت كل أوصال اليقين فينا، ولعلها الفاجعة الأثقل على قلوب الشعب الصحراوي وأم المهالك التي أحرقت كل إيماننا بالوطن. ذلك وأنه من غير مقدمات ولا سابق إنذار ولا اعتبار لمشاعر الإنسان الصحراوي الذي أثكله اللجوء لنصف قرن في خلاء تندوف، بعد نصف قرن من الضياع في صحراء لا تصلح لعيش الذئاب، يقرر رئيس أكبر دولة في العالم أن يشهد زورا لصالح المغرب ويبصم له بالعشرة على أنه مالك الصحراء الغربية وأن ترابها جزء من وطنه، بل ويقرر فتح قنصلية عامة للولايات المتحدة الأمريكية بمدينة الدخلة. هذا الخبر يحتاج منا صبرا وشجاعة في النقاش بعيدا عن القومجية العربية التي جرت علينا كل هذا الحزن ولم تنفعنا يوما بشيء. فقبل شهور من الآن قلنا بأن قيادتنا الصحراوية وهي تحرك بيادق اللعبة بشكل عشوائي أنها قد تتسبب في كارثة لهذا الشعب، وأن خياراتها دوما تكون بحجم النكسات. وبعد أن أبدعت لنا مصيبة الجرجرات أشرنا عليها ونحن لم نبرح البدايات برأي صحفي عميق، وقلنا أنه من الضروري أن تتوقف القيادة عن الزج بالطفيليات والعزايز في لعبة كسر عظام ضخمة. فالمغرب ضم الجرجرات دون أن يطلق رصاصة واحدة، وأصدر بيانا واحدا إلى حدود الساعة لا ثاني له، وزجل بالقيادة في حرب دبلوماسية وأخرى نفسية فتح فيها كل الجبهات ضدها، نتج عنها غضب شعبي صحراوي كبير، وأصبح المواطن داخل المخيمات ناقما ويائسا، ولم يعد يثق في قيادته التي حاولت بكل السبل أن تزج به في خيار الحرب لتفرض عليه الطاعة والولاء. وحتى الحرب فشلنا فيها بعد أن أعلن أبناء التكتل القبلي تكنه أنهم
دفعوا إلى أم المهالك دون سواهم من شباب القبائل التي تسيطر على القرار في البيت الأصفر، وأنه سقط منهم في مناورة المحبس 13 شهيدا تتكتم القيادة عن البوح بمهلكهم على يد المغرب. وبينما نحن نحاول فهم خسارتنا المذلة لمعركة الجرجرات في هزيمة هي الأسرع عبر تاريخ النزاعات، صرعت الدول لدعم الخطوة التي أقدم عليها المغرب في الثغرة، وبدأت الأمور تخرج عن السيطرة، والأحداث تقطر حولنا وتصب مجملها في صالح دولة المغرب، إلى أن كتب ترامب تغريدته التي لن ينساها الشعب الصحراوي أبدا. كتبها بدقة شديدة، تقول التغريدة: لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار. العبارة اختارها الرئيس الأمريكي بعناية، ولها دلالتها التي تفرض علينا وضع تحليل وقراءة لصياغتها الدقيقة، ولماذا هي خيار سيتحول إلى عقيدة أمريكية في المستقبل. نعود قليلا إلى تصريحات السياسيين الفرنسيين نهاية سنة 2019، حين أجمعوا فجأة أن سنة 2020 ستكون حاسمة في الصراع حول الصحراء الغربية، وأن النزاع سيجنح إلى الحل دون أن يقدموا تفسيرات إضافية. حينها لم يهتم أحد لتلك التصريحات، وقلنا نحن على هذا المنبر الحر أن المغرب رفقة الدول الكبرى يعد شيء أعظم من تصورنا ويفوق فهمنا. وبعدها بأشهر نشر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين بومبيو تدوينة في عيد الدبلوماسية الأمريكية 230 يتودد بها إلى المغرب، اختار لها صورة جمعته مع كبير الأمنيين في دولة المغرب ورئيس جهاز السري عبد اللطيف الحموشي. بعدها بأسابيع حضر كبار الضباط الأمريكيين إلى الرباط، وقعوا عقود نقل تكنولوجيا تسليح وصفقات بيع أسلحة نوعية، بينها طائرة الجيل. وقبل حوالي أسبوع من تدوينة ترامب F-35 الخاصة بالسيادة والتفوق الجوي، كتبت جريدة الإسبانيول المقربة من حكم إسبانيا مقالا عن وجود اتصالات بين الرباط ومدريد حول السيادة على المدينتين المحتلتين سبتة وملية، بعد أن قرر المغرب إغلاق مجاله الجوي في وجه الطيران الإسباني، وأشارت إلى أن التفاهمات قد تنتهي بسيادة مشتركة مغربية إسبانية على المدينتين، في محاولة من الجريدة تهيئة الرأي العام الإسباني لما هو قادم. بعد كل هذه المعطيات، تكون الرباط قد وسعت دوائر حربها الدبلوماسية وفتحت جبهات واسعة، وحصلت على وعود دبلوماسية قوية من واشنطن وباريس وحتى من موسكو، التي قلنا أن الإيديولوجيا اليسارية تجمعون معها وتكفينا لنحصل على موقفها. لكن الواضح أن منطق المصالح أعظم من منطق التعاطفات، وأن المغرب حسم الأمور قبل أسابيع من نهاية المرحلة الرئاسية لترامب، ويمكننا الآن وضع الخلاصات بهدوء أعصاب حول ما فعلناه بأنفسنا، وكيف قدمنا للرباط هدية في الجرجرات لم تكن لتحلم بها دولة المغرب، وأن المغرب أجاد لعبة الشطرنج الدبلوماسي وعرف كيف يوزع أوزان الضغط على العواصم الدولية كي يحصل على ما يريد بأقل الأضرار، لتكون النتيجة كشملك لصالحه. وكل ما هو متاح أمام قيادتنا اليوم يظل محصورا في ردة الفعل الإعلامية للتخفيف المعنوي عن الشعب من خلال تجنيد المواقع المطبلة لها والصفحات الفاشلة لتنويمنا، وكل ما هو متاح أمام قيادتنا اليوم يظل محصورا في ردة الفعل الإعلامية للتخفيف المعنوي عن الشعب من خلال تجنيد المواقع المطبلة لها
والصفحات الفاشلة لتنويمنا في العسل عبر القول بأن الإعلان الأمريكي مدة صلاحيته 3 أسابيع فقط وسينتهي مفعوله بمغادرة ترامب للبيت الأبيض كما قال الساهل ولد ميليد، أو الاستشهاد بآية بينات من الذكر الحكيم عن الفئة القليلة التي غلبت الفئة الكثيرة بإذن الله، مع أن قادتنا انطلقوا بالثورة من عقيدة الحادية، أو اتهام الرباط بخيانة القضية العربية عبر التطبيع مع الدولة العبرية. وحتى هذا المضى وحتى هذا المعطى وضع له المحتل قراءته، لأن المغرب على الأقل إن جنح للتطبيع فسيبرره بعدم رعاية المغاربة في إسرائيل، ونحن لا يهمنا خيارة الرباط بقدر ما يهمنا التبعات الكارثية للقرار الأمريكي بعد هذا الحدث العظيم. إذ حسب ما يبدو أن قيادتنا لم تنتبه للمشروع المغربي ضد القضية الصحراوية، والذي يبدو أنه لا يزال رغم كل ما أصابنا في بدايته وقد يتوسع ليصل إلى طردنا من الاتحاد القاري وتصنيف خروجنا من اتفاق وقف إطلاق النار بممارسة الإرهاب عنوة وشهارا. ولن أستبعد أن يشركنا الرئيس الأمريكي القادم بايدن في اللائحة الأمريكية السوداء. مشاهدي الكرام، هذه كانت الرسالة اللي قلت لكم أنه كتبها عنصر من البوليزاريو، وكتبان فيها الانهزام النفسي والضرر اللي كيحسوا به والألم اللي كيحسوا به، وهذا هو الواقع، وكيشوفوا بأنه القادم أسوأ، وفعلا أن القادم أسوأ، والحمد لله أنه المغرب غادي في خطى ثابتة وسيحقق كثير من الانتصارات، وإن شاء الله تصنف البوليزاريو منظمة إرهابية، وإن شاء الله تطرد من الاتحاد الإفريقي، وإن شاء الله جيش عقوبات كبيرة وحصار أكثر للجزائر. شكرا لإهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.